ايه هي منصه مصر الرقميه تمام، وليه وزاره العدل والقياده السياسيه ادت توجيهات بان يتم اطلاق الخدمه للساده المحامين الراغبين في عمل للعملاء عندهم توكيل رسمي عام في القضايا تمام. ده موجود من ضمن الخدمات اللي تم اتاحتها على منصه مصر الرقميه. تم التشغيل التجريبي خلال الفترات السابقه من 2019 شغلنا تجريبيا، 2020 اطلقنا رسمي، تم اطلاق المنصه رسميا من خلال سياده الرئيس تمام في المؤتمر الاخير لوزاره الاتصالات والاعمال لوزاره الاتصالات. المنصة بتقدم مجموعة من الخدمات وحزم من الخدمات للسادة المواطنين، منها خدمات التوسيط اللي منها واللي احنا بصدد الاجتماع اللي كنا فيه في وزارة العدل ان احنا هنطلق خدمات ونقصر خدمات توكيل رسمي عام في القضايا على المنصة البروسس. وهنشوف دلوقتي مثال عملي. اتفضل يا باشمهندس. هو هنا يا فندم لو احنا اوريدي عندنا حساب، فهنا هنسجل اليوزر نيم والباسورد الخاص بالعميل اللي جالي. اتفضل يا باشمهندس، اتفضل دخل وكلمة انا كده بعمل تسجيل دخول عشان اخش على المنصة. المنصة هنا مربوطة، وهو ده الميزة يا فندم. ايه هي؟ انها مربوطة بكل الخدمات الخاصة بالمواطن. فلو حضرتك عندي عربية وعايز ابيعها وعايز اروح للمحامي عشان ابيع عربيتي تمام، فانا عايز احط صيغه او عايز اعمل توكيل للاداره لواحد يروح يرخص لي، فانا ما اعرفش انا كمواطن تمام بجهل العلاقات القانونيه ايه المفروض عليا ان انا اعمله في حاله زي دي. فانا بروح للمحامي، بفتح المنصه بتاعتي، ممكن افتحها على التليفون، وببتدي ان انا اسجل واجيب العربيه اللي انا عايز اعمل عليها الاجراء، واقول له ايه الدباجات اللي انا اختارها او ايه الاختيارات اللي انا مفروض اعمله، اعمل له حق وكاله، طب انا عايز يروح يدفع التامين بس ما يروحش مكاني في المرور، على حسب الاختيارات اللي انا بقولها للمحامي. المحامي بيبتدي يرشدني على الشكل القانوني اللي هيطلع على الخدمه. فهنا لما دخلنا هنا قال لي طبعا جاب لي اسمي من الاحوال المدنيه وقال لي انت احمد تمام. هخش على خدمة، هو في مجموعه من الخدمات، في خدمات التامين الاجتماعي، في التوثيق، في مركباتي، دي الحاجات الخاصه بقى بالرخص، كل البيانات تمام. في الاحوال المدنيه اللي يهمنا منهم وموضوع حديثنا هنا هو التوثيق تمام. انا بخش في مجموعه من الخدمات، حزم خدمات اديتها وزارة العدل ومحطوطة على المنصة. اللي يهمني منها في المقام الاول للتيسير عشان انفذ توجه الدولة في المرحلة دي هو توكيل رسمي عام في القضايا اللي حضرتك بنعمله او المواطن بيعمله عشان يوكل المحامي. تحرير توكيل، بدء الخدمة. بالظبط، بحط بقى بيانات العنوان الخاصة بالطرف تمام، وبختار المحافظة والحي اللي الطرف الموكل عايز يعمله تمام. لو عندي اكتر من طرف عايزين يوكلوا نفس المحامي ممكن اضيف انا وحضرتك نضاف كلنا في توكيل واحد، بحيث ان هو ما يبقاش قاصر مش طرف لطرف او مش مجموعة لواحد، لا ده ممكن مجموعة لمجموعة او واحد لواحد تمام. الطرف التاني ده اللي هو مين؟ بيانات اللي هو المحامي تمام. وبختار كمان ان هو ايه، هل ده لان احنا عندنا في القانون بناء على حتى يعني كان مناقشة مع توجيهات عمر بيه مروان ان احنا عندنا اخرى وعندنا محامي. المحامي لو انا واحد مثلا، يعني هو كان وضحها لي ان لو انا قريب من الدرجه الرابعه او قريب من الدرجه الاولى تمام ممكن اعمل توكيل لحد عشان يعمل توكيل لمحامي، فدي ممكن هنا يبقى هو اخرى. طب لو انا بعمل توكيل لمحامي بحط بيانات ان انا بختار اللي هو المحامي، وكمان دي عشان الجنيه دمغه المحاماه اللي بيحصل، فبختار محامي تمام اللي الرسم بيطلع عليه تمام. هنا يا فندم بقى ايه الدباجات المتاحه لينا؟ يعني توكيل رسمي عام في القضايا في مجموعه من الدباجات اهي تمام. انا كمحامي انت عايز تعمل ايه؟ بسال الموكل بقى، انت حضرتك دلوقتي عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل صرح وانكار، عايز انا اقبض لك الثمن، انت في قضايا التامينات عايزني انا اقبض لك ولا انت اللي لازم تروح تقبض تمام؟ لا دي نماذج
صماء. هنا يا فندم، هنا يا فندم دي معمول لها كفر لكل الكيسز على مدار ال 16 سنة اللي فاتوا. لا انا بقول ده لوك. ده لوك. ليه بنقول كده يا فندم؟ ليه؟ عشان يبقى الرسم اللي حضرتك دفعته انا عارف اقدره، لان انا بقدر الرسم بناء على عدد الصفحات، بناء على الكلام اللي مكتوب جوه، بناء على الصيغة القانونية كمان اللي مكتوبة. ما انا لازم اكتب صيغة قانونية ينفع تروح عند الموثق يصدرها. لو حضرتك هنا كتبت مثلا قضية معينة، تمام كده بقى توكيل خاص مش توكيل رسمي عام. حضرتك استاذنا بقى، تمام؟ فكده بقى اتحول من توكيل لتوكيل، اتحول من تصنيف لتصنيف تاني. من هنا ايه الدباجه اللي هو عايزها؟ تاني هنا يا فندم بقى بتختار حضرتك يعني انا دلوقتي مثلا في محامي، انا رحت عندي حتة ارض ولا عندي اي حاجة في اسكندرية، فرحت المحامي من اسكندرية، بس انا مش موجود بكرة في اسكندرية، ورحت المحامي بالليل، قعدت معايا عمل المحامي، انا موجود فين؟ في القاهرة. انا كنت موجود في اسكندرية وانا بعمل المحامي، عايز استلمه من القاهرة من مكتب في الدقي، يكون هختار من هنا يا فندم بقى الفرع، هختار المحافظة وليكن القاهرة، تمام؟ وكمان ايه المكاتب دي فيها؟ احنا دلوقتي بناء على توجيهات سيادة الرئيس برضو احنا فتحنا مكاتب بالليل ومكاتب الصبح، فلو انت ما عندكش وقت الصبح ومستعجل على التوكيل، انا انت جيت لي على الظهرية وانا مستعجل على التوكيل لازم بكرة الصبح يبقى معايا، الشهر العقاري قافل، عندي مكاتب بالليل، تمام؟ ومتاح فيها ان حضرتك تروح تستلم والمواطن يروح يستلم. والتيسير على المواطن. انا بالنسبة لي كنقابة التيسير على المحامي، وانا بالنسبه لي التيسير على المواطن، تمام؟ انا اخترت هنا المكتب، بختار مش بس بختار المكتب، بختار اليوم اللي انا عايز اروح فيه، اليوم والتوقيت، التاريخ والتوقيت انت عايز في الفتره الاولى. فلنفرض انا مش فاضي الصبح، انا اروح بعد الظهر، طب انا على حسب المكتب، لو المكتب ده مفتوح بالليل ممكن اروح من 5 ل 9، تمام؟ يبقى انا كمان ظهر لي ايه المكاتب اللي من 5 ل 9 موجوده عندي وابتدي ان انا اروحها. شغال برودكشن يا فندم، وبنعمل احنا بنعمل حوالي 2000 توكيل كل يوم بالليل ولا الصبح؟ وبالليل والصبح، بس ده توتال. بالليل هيفتح مع الوزير وجه ومع الرئيس وجه ان هي تنتشر خدمه بالليل كلها على الصبح. التالي هيظهر هنا بقى يا فندم، ودي الميزه الكويسه قوي اللي هنا في فصل رقمين، هيظهر شكل المحرر بالكامل، شكل التوكيل اهو، ده التوكيل اللي حضرتك بتروح تاخده من الشهر العقاري اهو. شفت حضرتك الاختيارات اللي احنا عملناها ادت لنا في التوكيل في الاخر لايه؟ ان انا عندي توكيل رسمي، الطرف الاول، الطرف الثاني، النموذج. طب انا غلطت، ارجع واعدل واصحح وارجع تاني. طب انا كنت عايز اضيف زي ما حضرتك قلت كده، انا عايز اضيف بعض الفقرات، ارجع اشوف الفقره دي متضافه فين واضيفها، تمام؟ بعد كده خلاص انا اطلعت على التوكيل، وبقى كده خلاص هروح على ادفع، بيطلع لي رسم التوكيل اللي مطلوب مني اهو في الجنب اهو، لو حضرتك شايفه 71 جنيه، تمام؟ في عندي احدى وسائل الدفع بقى، ادفع بميزه، تمام، ادفع بامان، تمام، ادفع بالفيزا بتاعتي مفيش مشكله خالص، اخد كود وانزل ادفع في فوري او اي وسيله دفع مفيش مشكله، تمام؟ يبقى عندي اكتر من منصه للدفع. بدخل بقى البطاقه بتاعتي واكد على الدفع. طبعا احنا مش هندفع عشان ده برودكشن،